النادي والقيادة الفنية مصرية خالصة. كابتن طبعا نبيل ابراهيم اللي كان مدير فني في البداية ورحل وتولى بعديه الكابتن عبد الناصر عباس مهاجم منتخب مصر ونادي اسوان والمصري البورسعيدي كان مدير فني، ومعاهم الكابتن محمد الصاوي والكابتن تركي العتيبي مدرب مساعد، والكابتن احمد صالح مدرب حراس مرمى، والكابتن محمد سعيد اخصائي اصابات ملاعب. بسم الله ما شاء الله عاملين نتائج محترمه جدا 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 لنادي كوميت السعودي. عشان كده هنروح مع الكابتن محمد الصاوي على التليفون عشان نبارك له. يا كابتن برحب بحضرتك والف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك يا كابتن عمر، وشكرا ليك على المتابعه والاهتمام بكل المدربين اللي بره مصر. حضرتك اعلامي واعد ودايما ودايما بنتعلم من حضرتك الروح الرياضيه. ربنا يخليك يا كابتن. حضرتك يعني 32 سنه وليك اسمك طبعا، وابن افضل ظهير ايسر في تاريخ مصر طبعا، اللي الناس ما تعرفوش اللي كان بيلعب برجله اليمين يعني، وافضل ظهير ايسر في تاريخ مصر. ربنا يخليك يا كابتن محمد. كلام يعني مش عارف اقول لحضرتك عليه، لكن خلينا بقى نركز في الانجاز اللي حضرتك يعني ونبرزه للاعلام ولكل من يتابع كره القدم المصريه والرياضه بشكل عام. يعني اول مره في تاريخ نادي كوميت السعودي يصل لدوري الدرجه الثانيه، اكيد انجاز محترم جدا جدا، وعندكم طموح للموسم اللي جاي تحققوا نتائج افضل وتكونوا موجودين كمان في الدوري الدرجه الاولى. كلمني بقى عن الانجاز، عن الفتره، عن شعورك كمصري موجود في دوله زي السعوديه، دوله بتضم العديد من المدربين المصريين، فعايز اعرف من حضرتك بقى الانجاز شكله عامل ازاي. طبعا طبعا يا كابتن، هو طبعا النادي من مؤسس سنه 1978 لاول مره في تاريخه يصعد درجه ثانيه. انا بقالي سنتين في النادي، السنه اللي راحت كنت مع الكابتن شريف علي كان مدير فني، السنه دي مع الكابتن نبيل ابراهيم طبعا نجم نادي المقاولين ومنتخب مصر، والكابتن احمد حمد مساعد، وما حصلش توفيق ومشى بعد الدور الاول. بعد كده جه الكابتن عبد الناصر عباس طبعا هداف منتخب مصر ونادي اسوان والنادي المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز، والكابتن احمد صالح طبعا مدرب حراس المرمى، والدكتور محمد سعيد، وكابتن تركي العتيبي طبعا سعودي معانا في الجهاز راجل محترم طبعا، بقياده رئيس النادي طبعا الاستاذ عبد الله المرشد اللي مشايل النادي فوق كتفه وبيصرف عليه من جيبه، ومعانا مدير الكوره الاستاذ غلاب العتيبي طبعا، ناس محترمه جدا جدا وشايلين النادي فعلا، شايلين النادي اكن يعني النادي باسمه. الحمد لله احنا صعدنا درجه ثانيه للنادي في اول مره في تاريخ النادي. احنا طبعا بنلعب هناك تبع مكتب شقر كره القدم، ده تابع لمنطقه الرياض. صح. لعبنا في الدوري 8 مباريات، فوق الست مباريات، تعادل مباراه، هزيمه مباراه، سجلنا 22 هدف في الدوري ودخل مرمانا 3 اهداف فقط. بعدها صعدنا طبعا تصفيات على مستوى المملكه، على مستوى المملكه كلها طبعا، لعبنا 7 مباريات، فزنا في 4، تعادلنا في 3 بدون اي هزيمه، الفريق الوحيد اللي صعد درجه ثانيه بدون اي هزيمه. بسم الله ما شاء الله. سجلنا 11 هدف طبعا، دخل فينا 7 اهداف. اول مره انجاز يعتبر للنادي. مكملين يا كابتن الموسم اللي جاي ان شاء الله؟ والله ان شاء الله في تفاوض مع رئيس النادي، في ناس ممكن تكمل، في ناس ما تكملش، حضرتك عارف طبعا. طب على المستوى الشخصي، هل حضرتك متواجد ولا لا ان شاء الله الموسم اللي جاي، ولا في كلام لسه؟ ان شاء الله. لا ان شاء الله باذن الله رئيس النادي مكلمني، ان شاء الله متواجد مع السنه الجايه باذن الله. ان شاء الله يا كابتن. انا طبعا عندنا طموح يعني ان شاء الله السنه الجايه، مش عا مش عا مش يعني مش هضحك واقول ناخد الدوري، لا ان شاء الله عندنا طموح ان احنا عشان اول سنه نقعد في الدرجه الثانيه، وبعد كده ان شاء الله يبقى عندنا طموح ان نصعد الدرجه الاولى باذن الله. بشكرك يا كابتن محمد، بتمنى لك التوفيق يا رب والنجاح، وزي ما قلت لحضراتكم بنحاول يعني نلقي الاضواء كده على كل المصريين اللي موجودين اللي بيعملوا في مجال الرياضه مش بس في كره القدم، في كل حته. فبنبارك مره ثانيه لنادي كوميت السعودي اللي موجود بقياده فنيه مصريه على صعوده لدوري الدرجه الثانيه السعودي لاول مره في تاريخه. كابتن جوده، قبل ما اروح للصندوق الاسود وهي الفقره اللي بتكون معانا في اخر كل حلقه عن